اليوم عندنا بيت في منطقة درة المحرق، وهذا البيت من الخارج راح ادخل داخل ورايكم البيت ان شاء الله قبل التنظيف، ورايكم التغطية ما بعد التنظيف ان شاء الله. تابعونا. حاليا انا متواجد الان في الصالة، صالة هذا البيت، وهي الصالة قبل التنظيف، وراح ندخل داخل الغرف ورايكم قبل التنظيف. طبعا هاي اول غرفة لحد الان ما تنظفت، لو تلاحظون لاحظون الغبار متواجد في الغرفة، حتى الحائط راح يتم تنظيفه ان شاء الله. مكان قبل التنظيف راح يتم ازالة الاستيكرات من النوافذ مع تنظيف مغسلة الايدي المراحل. استخدام افضل المواد، ما تسبب لك ضرر في المكسرات. تابعوا التقرير الجاي. شنو راح يشمل في التنظيف؟ راح يشمل تنظيف النوافذ مع تنظيف الارضيات وتنظيف الابواب. راح نبدي من فوق واحنا نازلين تحت، وراح يشمل ايضا تنظيف المطابخ، تنظيف خزائن الصحون مع الارضيات والحائط. طبعا خزائن الصحون راح تتنظف من الداخل والخارج، وازاله الغبار منها. شنو راح يشمل في التنظيف؟ تنظيف باب الجراج مع تنظيف الحوش بالكامل. راح يشمل تنظيف المصابيح، وبعد ما انتهينا من عملية التنظيف هذه النتيجة.